الموضوع من الاول اكتب عن الم في الراس اشتد علي في احد الليالي فاصطحبني الى الطبيب. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقكم ويسدد خطاكم ان شاء الله. هيا ناموا بدري عشان وراكم بكره صلاه فجر، تصلي وتراجع على المدرسه، سامع انت ويا؟ وانت يا عبد السلام لك كم يوم ما تصلي الفجر؟ فاشخ نايم. والله خارج الجو بارد، ثاني شيء ثاني شيء في بس اسود عند الحوش كذا استناني، بس انظر انا كذا وافترس لي ياكلني ياكل كرتتي. انا خارج ايش تبغى ايش تبغى اسوي؟ هنا اقعد في البيت انا هندسه لسه عشان ما ياكلني ما ياكلني. بسة ها؟ بسة سودة، وانا اليوم الفجر روح صليت. ما انا شايف البسة الاسود، شكلك اكلت وشكلك. يفترك يا شيخ، ارحم البساس بدأوا ينقرضوا عندنا. يلا خلصوا وناموا بدري. وانت عبد السلام دوبك في الدرس الاول ها؟ والساعة 10 يفترك متى حترقد؟ بتجيب لي السمرقة انت ولا كيف معاك؟ والله يا عبد السلام بيني وبينك الشهادة انتظرها فارغ الصبر، والعقال اشتغل في ظهرك. انت هو ذاكر وانخمد بدري، وطفوا اللمبات معاكم بلا اسراف كهرباء، وبدون مكيف تناموا جو بارد. اصلا سهلة وراح اجيب بنسبة عالية 100%، صار سهلة وسهلة وسهلة. الله يخلي صاحبي يغششني كذا جنبي اغش اغش منه كده. يا عبد السلام يغشش لا تغش، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يغش. ما يغشنا فليس منا. يوص صح 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 كلامكم، الغش حرام صح، بس الاسئله حقت بكره حقت لغتي سهله مره سهله. ما احتاج مذاكره اصلا، ما احتاج اذاكره، حجيبها كامله 100%، كم 200% اجيبها. انا طبطك كده. ما شاء الله تبارك الله، حبايبي حبايبي انتوا والله ان شاء الله احلى لعبه اجيب لك انت هو حبايبي. حتى انا حضني خالي حضني. اه مش يا ولد، نجحت نجحت كل المواد حبيبي، بس 10 مواد مسكت فيها خالي ما ادري. ما جاغه شوف اصبر، 10 مواد يا صالح بس كل نجحت فيها، بس 10 بس يا مجرم يفترك 10 مواد ابعد. عشرة مواد يا ظالم، ايش بتسوي في المدرسة؟ قول لي ايش بتسوي؟ رايح المدرسة من المدرسة كالحمار يحمل اسفارة. خلاص حليت والله حليت، بس القلم ما كان شغال، مو شغال قلم. قلم وديك قلم يا راسب، خش داخل. اسمع عبد السلام يا راسب يلعب فاتير. يا راسب يلا يلا راسب 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 يا تنبل. Thank you.
اهبط في النادر قبلي تعنقلني مع درجة روحي. فين الورقة؟ الورقة فين؟ بحل ابغى افهم الورقة فرضا. الجيران صحوا من صوتك يفكر حقتي. خلي متحمس. سكر الباب لا يخش الدبان. الباب؟ الباب هو عبارة عن حامي يحمي من الاعداء والاشرار، يحمي العمارة كلها. إذا الحين انت مسوي لي فيها الحين قصدك متبدع في الورقة؟ الدبان يخش اقول لك. الدبان هو عبارة عن حشرة كريهة تهم فاكرة خمسة ثواني ترجع لك. ما ينفع الا الشبشب وبالباف. امشي نشوف شغلك، نشوف الشهادة ان شاء الله. امشي. ما تبغى نقفل اللمبة؟ قفل اللمبة يا اقتصادي، قفل اللمبة. اللمبة خالي هي عبارة عن اسم مصطلحها المصباح، وهي تنور في الظلام وحتى تشوف الروتوتات كمان. هذه اللمبة. وإذا كان الشغال تصرف كهرباء. امشي شب الاحمر، امشي يلا انزل اكتب. خليني اقفل الحوش. اخذتوا الاقلام حقتكم معاكم؟ القلم هو عبارة عن حبر سائل يصير في الورق والكتاب عشان نكتب كتاب. شكلك حتاكل مني كم قلم كده مع الصبحية يصحصحك يخليك تبدع في الورقة. الورقة أول من صنع الورقة هو يوحنا جوتنبرغ وكريستيانو رونالدو كمان ونيمار. نيمار مين يا حمار؟ امشي الشب لاحق. امشي ولا في شكلك امشي. الشكل هو وجه حلو زي أنا. شكلك حلو ها؟ وزودك زي سندويشة الهمبرجر وجهك ما شاء الله مفلطح. هيا اسمعوا طالعوا فيه. أباكم تركزوا في الورقة. وإيش الدعاء اللي قلت لكم عليه أمس؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. سهلة طيب. خلاص؟ طيب. خلاص وربي يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله. أنت بالذات أنت. شغل السندويشتات تبى تلحق اللي تبى تطفح لي؟ أنا ما أدري عنك. حيل زي الناس وبعدين أطفح روح. السندويش هو عبارة عن صامولي. وش فترك قمة اللي نزلت علينا؟ ها بشروا مع الفرحة هاي مع الفرحة حبايبي. والله برافو عليكم ما شاء الله. تبشر انت بشر. شوف ناجح عجيب ناجح 99 لك كلمني. 99 شطار والله جبتوها وسويتوها. يس نبغى هدايا. ايوه دومي بتكلم انا بقول لكم وانا ما زلت عين وعدي. زحف كده شوية. بطلنا ترى. شغل السياحة ليس والنو هاري ما ابغى بعين انت حكتاس. متحمس. هيا خد متحب الكورة انت. ناوي الكورة. ناوي الكورة. خلاص. وهذه تروكي لك الهدية هذه. شكرا. وهذا اللي بيشو حب الطيارات هو حب الطيار. خالي قصق بطو خلوه شكل همبرجر عشان اكله. فكرك انت بحال اللعبه مو اكل هذه. ولا وفي هديه تانية كمان ابشركم. ايش هي؟ نبغى اكبر هديه. قول لنا ايوه. ايش هديه خالي؟ اكبر كرم في العالم. عارفين من فين اشتريت لكم الالعاب هذه؟ من سيف الدين للالعاب. اروح اجيب الكعب. وهذه هي الهدية. الدين واحد زمبير. يفترك برمت البساط برمو. والله زحف الفرشة يا زحفوه الحين. شب الاحك. استوبي حلوين؟ استوبي. كتروا لايكات يا حبايبنا وانشروا الحلقة في جميع أنحاء العالم. وهذا الكرم حلو يجنن شكله. حطوا لايك.